حياكم شباب، يا مرحبا وسهلا فيكم. يا جماعة هذا المنطق بأمانة وايد فادني، وايد وايد فادني. الحين عاد بخضلي وبعدها بتغدى. اوكي وخلط يا مخلطين. صباح الورد يا اخي. ريال مدريد اصبحنا واصبح الملك لله يا اخي. عندهم حظ يكسر الصخر والله. كيف يلعبوا، كيف الحظ معهم يعني. على بالكم في الاياب بيفوز البايرن؟ لا، بيفوز ريال مدريد. حاله هالامور حاله. يا ربي ربي يا الله، كيف يدق شطار في البلنتيات، يعني مكر فيهم، مكر داخل الصندوق يمثل ويطيح بلنتي توت بلنتي. يعني خلاص بطولة حال ريال مدريد. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا يا ربي تعبت خلاص، ما عاد اقدر اتحمل مره خلاص. حد مثلي ضعت ماشي جنح حلم طيف مره خطا في حلم طيف مره خطا. وان كان رزقي في السماء فانزله، وان كان في الارض فاخرجه، وان كان بعيدا فقربه، وان كان قريبا فعجله، وإن عجلته فبارك. تغفروا بي والله تغفروا بي. مين أمتهم؟ مين أمتضايق منهم؟ ومين أمتهم؟ حي بقماله ودلاله وراه قماء، وراه قماء. ها؟ بديت قلبه أنا. متى يستأه؟ هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا. سامية تعالي. سامية لحقي. سامية توهين. سامية شوفوا سامية. برشلونة يا عزيزي حب غالي وانسجام. برشلونة يا سلام ما هنالي يا حي بقماله ودلاله وراه قماء، وراه قماء. ها؟ يا ربي وايد كاتب كلام. لا 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 بصراحة انت فيك قبول، انسان طيب وعفوي على نياتك، من المشاهير اللي احب اتابعك اول باول، وتشرفت التقيت فيك على الطبيعة. فعلا اخلاقك عالية الى يا أخي ما لا أستطيع تحمل. أول بداية مشكور حبيبي والله يسعدك، وكلامك أخجني يا أخي استوى، يعني شكرا. يعني ما يعني إذا حد مدحني أتوتر أتلعثم، الكلمات ولا تترتب في محلها. يعني شكرا يا أخي حقيقة. عندي متابعين كلامهم يثلق صدر، يبرق له اسمه، يكبر ويبرق. ايش الجرح؟ ايش يقرب ويكبر؟ نسيت الكلمة يا اخي. يا ربي ايش يكبر ما يكبر الجرح. يا والله عب ما حذفت الفيديو لحد ما اجيبه. لا إله إلا الله نسيته. يكبر يقرب يبرط يطرب يبرط يرطب الجرح. المهام
شنو هذا؟ شكرا و... يعني وايد شكرا. الله يجيب، الله لا أجيبها، يكبر الجرح يا أخي. شكرا، الله يسعدكم ويحفظكم وين ما كنتوا، وأحاول إن شاء الله أرد على الجميع. و... شكرا يا أخي. يا أخي تصحى الصباح يعني وتشوف هالرسائل الطيبة، كلمة حلوة منكم، شيء منهم يشتروها الكلمات اللي انت تقولوها، يشتروها بفلوس. ايوه ايوه، صراحة ريال مدريد مثل ما ذكر خبث معهم، يحصلوا البنات يحصلوا بأي طريقة. يعني كيف ينخش ما بين لاعبين كذي بس، يضرب رجله ب... يتعمد انه يضرب رجله برجل المدافع عشان يطيح وبلنتي، ويوم يجي الحكم يشوفه في الفار ويسمع السنورة فار يطلع صح. يعني تم يعني عندهم احس ان انشيلوتي ندربنهم كيف تحصلوا على بلنتي بس. والله العظيم تدريبات يمكن يوميا كيف تحصل على بلنتي. والله عفصل البشير، عفصل كيف شباب ما مصنعة تغسلهم في مغسلة البشير؟ عفصل كيالي تيكي برابري ملابس واجز ينفصل كله تشداش يجيب ما في خلي اي شيء. عفصل شوف هذا كتنا يسأل ليه 3 ريال بس. شباب مال شعيبة ومصنعة تعالوا، وايد زين انت، وايد زين فيصل، تعالوا شعيبة مغسلة البشير. هذا باشيري ولا ما يشيل هذا؟ لا لا خلي حول فلوس، اعطي فلوس انا اول ولا ما يعطي؟ صبر شوية تحويل على هذا نمبر. ها 3 ريال؟ نعم. انت واجد زين فيصل. كل نفر انا لازم خبره يجي مني يغسل. زين شكرا هذا. ايوه تحويل نمبر لي كم نمبر؟ 7 8 7 8 1 8 0 0 7 1 7 1 7 1. ليش ما يخلي نمبر هذا مشان فهد بنك مسقط؟ بعدين نخلي سؤال مشان فهد فلوس يجي ما يجي. صح 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 اوكي يلا. شكرا شكرا, شكرا.